مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في برنامجكم سر جمالكم مع الدكتورة رشا عبد اللطيف. برنامجنا هو برنامج أسبوعي، وهي النهاردة هي أولى حلقات برنامجكم سر جمالكم. يتجدد لقائنا أسبوعيا يوم السبت من الساعة 2:30 للساعة 3، هيتم مناقشة كل ما يخطر على بالكم من موضوعات متعلقة بالجمال. طبعا المقصود في برنامجنا أو هدف برنامجنا مش الجمال الخارجي أو الجمال السطحي أو الجمال الصورة كما اعتدنا أو كما كنا نفهم سابقا في قديما عن الجمال. الجمال كلمة كبيرة جدا، يمكن عالم له أسرار، أسرار تناولتها جميع الحضارات القديمة، من الحضارات اليونانية للحضارة الفرعونية للحضارة الإسلامية. كل حضارة تناولت الجمال بمفهومها الخاص ولها سرها الخاص. الجمال مش مجرد كلمة عابرة ممكن تعدي من قدامنا من غير ما نقف قدام الكلمة دي ونغوص في أفكارها وأعماقها. الجمال ممكن يتجسد في كلمة حلوة تيجي تطبطب على روحنا في الوقت المناسب، تنقلنا العالم تاني خالص، تنقلنا العالم كل تفاؤل وروح وطاقة إيجابية. ممكن نلمس الجمال في طفل جميل له موهبة بيتميز بها عن أي طفل تاني. الجمال ممكن نلاقيه في حضن أمان، في دفء أسرة، في تضحية أم، في تضحية أب لأبنائه. الجمال ممكن نلاقيه في موقف نبيل، نلاقيه في أخلاق حميدة وقيم نبيلة. الجمال ممكن يجي في كلمة، ممكن يجي في موقف، ممكن يجي في ضحكة، ممكن يجي في نظرة. الجمال عالم تاني، مش مجرد جمال شكل أو جمال صورة. يمكن في حكمة كانت دايما بتقول أو ملخصها إن الجمال لا يكمن في الأشياء بحد ذاتها. أمال الجمال بيكمن فين؟ أو ممكن نلاقيه فين؟ الجمال جواك أنت، جوانا إحنا. الجمال لو ما كنتش أنت تشعر بالجمال من جواك مش هتقدر تشوف الجمال ده في أي مكان تاني. أشعر بالجمال، حس بالجمال، بس لازم تحس بيك من جوة الأول. لو شعرت، لو تمتلك كل ثروات اللي موجودة في الدنيا وجواك ذرة قبح واحدة، لن تستطيع أن تتمتع بكل ما تملكه من ثروات حتى لو امتلكت مال قارون كما يقال. ولكن الجمال أن يكون في الرضا والقناعة، وأن تشعر بالجمال من جواك حتى وإن لم تمتلك سوى كسرة خبز واحدة في يومك الواحد. الجمال هو أن تشعر بالتفاؤل، أن تشعر بالطمأنينة، أن تشعر بالراحة النفسية، أن تشعر بالأمان، أن تشعر بالدفء. الجمال ممكن يتجسد في صورة خلابة، في منظر طبيعي تجلس أمامه بالساعات لكن يمر سوى دقائق معدودة. الجمال عالم كبير، ويمكن القيم الأساسية للمنطق بتعتمد على قيم الجمال. كن جميلا ترى الوجود جميلا، انظر بعين التفاؤل ترى الجمال في كل ذرة من ذرات الكون حولك. يمكن في حياتنا كلها بنقابل شخصيات بتأثرنا بجمال روحها. ممكن نلاقي شخصيات جميلة الشكل، جميلة الصورة، لكن بمجرد أن تجلس معها إلا وأن تشعر بالنفور وتشعر أنك في غربة، تقول ياه ده الإنسان ده تقيل على قلبي. طب الموضوع ده إيه سره؟ سبحان الله، يمكن بعض العلماء حللوا الموضوع ده إن لكل إنسان في الدنيا بيبقى حواليه هالة من الطاقة ومن الذبذبات الروحية ربنا بيضعها في الإنسان حسب قربه أو بعده من ربنا أو حسب درجاته الإيمانية. طبعا أنا مش هتكلم من الموضوع من الناحية الدينية أو من الناحية الإيمانية، لأن دوت ليه أهل وليه ناس وليه المتخصصين. ولكن طبعا إن الجمال مرتبط بشكل كبير بمدى العلاقة الروحية بالإنسان بربه. ويمكن عندنا سيد الخلق جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثالا للجمال في كل شيء، سواء جمال الدين أو جمال الشكل أو جمال الهيئة أو جمال المظهر. يمكن الجمال لم يهتم به فقط فلاسفة الغرب زي سقراط أو أفلاطون، لا، فلاسفة العرب والمسلمين كانوا من أوائل الناس اللي اهتموا بالقيم الجمالية الروحية، منهم ابن سينا، ابن رشد، منهم ابن خلدون،
كلهم تناولوا القيم الجمالية في كتبهم ومؤلفاتهم على مر السنين بالشكل اللي نقدر نفتخر بيه حتى الآن. عندنا أفلاطون سأل سؤال وجودي قوي من الناحية الجمالية، هو طبعا كان من أكتر الفلاسفة اللي كان بيهتم بالجمال من الناحية الروحية. قال: ماذا سيحدث لو وجه العالم تغير من الاستبداد ومن القبح اللي البشرية بينشروه على وجه الأرض إلى قيم الجمال الروحية وإلى الاستشعار الروحي وللقيم الجميلة؟ ماذا سيحدث؟ أكيد طبعا العالم هيتنقل لعالم آخر، أكيد هنبعد عن الحروب، أكيد هنبعد عن الاستبداد، أكيد مش هيبقى فيه صراعات في العالم، لأن هيبقى ساعتها الجمال جوانا إحنا، ساعتها الجمال هيبقى نابع من جوانا إحنا. تخيلوا إن مختلف الجرائم اللي تمت على وجه العالم كلها من أيام قابيل وهابيل، وهي أول جريمة قتل كانت على وجه الأرض بسبب إن هابيل وقابيل كان قابيل ما عندوش الناحية الجمالية اللي قدر بيها يستشعر بيها العلاقة الإخوية مع أخوه، ومن هنا كان القبح الإنساني، ومن هنا انتشر القبح على وجه الأرض. لازم نعلم أولادنا من الصغر إنهم يعرفوا يعني إيه جمال. لكل أم، لكل أب، علموا أولادكم يعني إيه جمال في حياتهم، علموهم يستمتعوا بحياتهم، علموهم يعرفوا يعني إيه الجمال. التذوق يا جماعة، فين التذوق الجمالي اللي إحنا كنا متعودين عليه في الفترات اللي قبل كده؟ زمان في الأسرة المصرية في السبعينات والستينات وقبل كده كنا بنلاقي الهدوء وبنلاقي الجمال رغم البساطة في أمور عيشتنا، رغم ما كانش فيه الرفاهية ولا كان فيه الحاجات اللي بنمتلكها دلوقتي من تكنولوجيا الاتصال ومن الحاجات الكتيرة اللي ربنا ادهنا، لكن كان الجمال في نفوس الناس الزمان كانت موجودة، كانت البساطة والضحكة الحلوة اللي طالعة من القلب. ايه اللي حصل؟ عشان في الوقت الحالي في الوقت المعاصر اللي احنا بنعيشه القبح انتشر. القبح هو دوت اساس القصيدة، القبح اللي جوانا من قيم الطمع، من قيم الاستبداد، من الأنانية، من السعي وراء المادة والطمع. لكن كل الإنسان ما لجأ للبساطة، كل ما لجأ إلى الرضا والقناعة، كل ما حب الخير لغيره وكل ما شعر بالجمال في غيره وفي نفسه أكيد طبعا هيلاقي الجمال. عندنا على وجه الواقع هنلاقي شخصيات أثرت في تاريخ البشرية كلها، رغم إنها ما كانتش جميلة من حيث الشكل، لكن جميلة من حيث الفكر. هو ده يا جماعة اللي احنا عاوزين نهتم بيه ونغذيه، جمال العقل، جمال الفكرة. الفكرة لو جميلة هتعيش عمر بحاله، ولو قبيحة هتفسد جيل بحاله وهتفسد عالم بحاله. علينا مثلا أن ننظر حولنا من الأغاني ومن الموسيقى ومن المضامين الإعلامية الفاسدة اللي بتنتشر حوالينا دلوقتي. وطبعا يمكن أنا بتكلم بصفتي إعلامية ودكتورة في المجال الإعلامي، ودرست سنوات طويلة من الماجستير والدكتوراه في مجال الإعلام. كان موضوع رسالة الدكتوراه بتاعتي عن التذوق الجمالي، وإن إزاي رغم إن التقنيات التكنولوجية والرقمية نقدر نوظف الحاجات ديت في إن إحنا نقدم مضمون إعلامي قوي يتسم بالجمال. فطبعا إحنا بنحاول مع مرور الوقت ومع السرعة ومع عصر المادية اللي بقت تسيطر على حياتنا في العالم اللي إحنا نعيش فيه، اللي إحنا ننمي الجمال جوانا. الجمال يا جماعة مش مجرد كلمة بتتقال على موديل حلوة أو على ست جميلة، لا، الجمال جمال فكرة. يمكن الناس اللي أثرت في العالم كله، يمكن إحنا دلوقتي إحنا في شهر أكتوبر شهر الانتصارات، وطبعا حرب 73 اللي ما نقدرش ننساها وقد إيه غيرت في تاريخ مصر وقد إيه كانت جميلة وقد إيه الجندي المصري أثبت بجماله وبجمال مهاراته إنه خير أجناد الأرض. عندنا الراحل الرئيس محمد أنور السادات، رغم أنه كان لا يمتلك شكل جميل، لكن قد إيه بروحه الحلوة وقد إيه بأفكاره الجميلة وقد إيه بالكاريزما والشخصية الجميلة اللي يمتلكها قدر يأثر على العالم الغربي كله، قدر يأثر على العالم من غربه لشرقه. كان شخصية ليها كاريزما وليها وضعها وليها احترامها. ليه؟ لأنه كان بيمتلك المقومات الجمالية، بالإضافة أنه كان طبعا شخصية مثقفة فقدر يأثر في الناحية السياسية بشكل كبير. طبعا
نقدر نقيس الموضوع ده على شخصيات تانية كتيرة في حياتنا قدرت تغير العالم كله وتنقله في حتة تانية بسبب الجمال. فياريت اللي احنا في كل مرة اللي احنا نحاول مهما تاخدنا الحياة نطبطب على روحنا ونقول لها انت جميلة، انت مهما كان القبح حواليكي انت جميلة. ومعانا مداخلة هاتفية من خبيرة التجميل دنيا. احنا برضو رغم احنا بنهتم بالجمال الداخلي، ولكن برضو مش هننسى جمال الخارجي اللي بتهتم بيه كل امرأة عصرية. الو، الو، ايوه، اهلا بيكي يا استاذة ازاي دنيا. حضرتك يا دكتورة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اخبار تمام. انا والله ما بعتذر طبعا عن عدم ظهوري، احنا في الطريق وان شاء الله على طول. وهدي لحضرتك دلوقتي خبيرة التجميل اسماء نور توضح لحضرتك كل الاجابات اللي انت محتاجاها بالنسبة لاسئلة اللي تخص الميك اب عامة. طيب، هو احنا النهارده موضوع حلقتنا احنا بنتكلم فيه عن الجمال الداخلي، ويمكن هنا هربط موضوع الحلقه بخبيره التجميل. تمام، اوكي. هل يا استاذه لما بيجي لك عروسه ممكن ما تبقاش حلوه قوي ولكن روحها حلوه، هل الروح الحلوه بتفرق في الميك اب، بيبان على وشها حلو احسن من اي حد تاني؟ طبعا يا دكتور، طبعا ازاي؟ طبعا. احكي لي. هدي لحضرتك اسماء حالا اللي هي خبيره التجميل هتوضح لحضرتك كل ده. تمام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا اسماء؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عالم التجميل طبعا عالم كبير قوي، احنا وصلنا لفين دلوقتي في عالم التجميل يا اسماء؟ والله هو مش هقدر اقول لك ان احنا وصلنا لحته معينه، لان كل شويه بتظهر حاجات جديده والوان جديده وتقنيات جديده. فعايزه اقول لك ان دلوقتي بقى في تقنيات جديده ظهرت تخص الميك اب، ان اسمه الميك اب الشبه دائم، ان بقى في فاونديشنز كمان ممكن تتحط على الوش. فالموضوع طويل قوي، ف بمناسبة ال هتكلمي. بمناسبة اتفضلي. المكياج الشبه دائم دوت ده، فعلا أنا شايفة إن بقى فيه هوس من عند المرأة إنها تعمل الجمال الدائم وإنه بيقعد فترات طويلة، هل ده صحيا؟ ملوش آثار جانبية؟ في الحقيقة هو طبعا أي حاجة مش مضمونة أو كده، طبعا لازم نركز قوي إن احنا نجيب الحاجات دايما من أماكن موثوق منها، لأن أي حاجة بتدخل البشرة لو هي مش كويسة، لما بتدخل الجسم بيحاول يعمل زي أجسام مضادة، يعني إيه، تحاصر الحاجة المادة الجديدة اللي داخلة. فهي لو لازم الحاجه تبقى كويسه جدا علشان تبدا، وطبيعيه طبعا، اهم حاجه تكون طبيعيه، المواد طبيعيه عشان ما تضرش وما تعملش الاجسام دي انها يعني تضر اي بشره او تبدا تظهر بقى مشاكل وحبوب كالكعه، حاجات كتير ممكن تحصل. انما الحاجه دي فعلا مضمونه لو هي المواد والخامات مظبوطه. دي حاجات كويسه جدا، الموضوع فعلا بقى تحفه والنتائج بتاعته رهيبه. يعني بتتاخد على سيشنز كده مثلا 2 أو 3 على حسب برضو ايه نسبة التفتيح اللي احنا عايزينها، او درجة اللون، او في تصبغات في الوش او لا، او نمش او ايا كان. ده بيوحد لون البشرة تماما، وبيستخدم بتقنية المايكرو نيدلينج اللي هي زي ابر كده. اللي هي تقنية البيبي جلو على ما ايوه اسمع، صح؟ مظبوط كده، مظبوط مظبوط. البيبي جلو ده هي التقنيه احدث حاجه ده في الميك اب، اللي بقت دلوقتي البنات والستات متجهه ناحيتها، لان مش كل يوم الصبح الناس بتبقى بتتبشر عايزه تصحى من النوم الصبح تغسل وشها وتنام. بس انا ما اعتقد يا استاذه اسماء ان تقنيه البيبي جلو دي بتبقى محدده مده من ما بتتعداش ال6 شهور، ولا دلوقتي اتطور الموضوع؟ هي في حاجات طبعا على حسب برضه نوع البشره، يعني البشره الدمنيه هي دايما هي اللي بتطرد اي حاجه بسرعه، لان دايما افراز الدهون وال يعني في والله الوش في قلقتيني يا اقل. اسماء، انا بشرتي دهنيه، يعني اللي بشرتها لا دهنيه خالص، هي ما الموضوع تعملوش. كله ان هو بس هتكلف حضرتك شويه، يعني بدل ما نقعد مثلا سنه حاطين البيبي جلو او 9 شهور تاثيره واضح، لا احنا هنعمله مثلا كل 6 شهور. هي دي فكره البشره الدهنيه، انها بتتخلص بدري اكتر شويه من البشرات العاديه او الجافه او بقيه البشرات. يعني
يبقى احنا هنا بقى من كلامك الجميل دوت نقول لكل ست انها لازم تعرف طبيعة بشرتها قبل ما تيجي مظبوط، ده تعمل اهم اي حاجه، حاجة. ده اهم حاجه حتى في روتين الغسيل الوش الصبح، ان احنا بنستخدم غسول معين، يا اما نجيب حاجه اللي هي تخص جميع انواع البشره، يا اما بنبقى عارفين نوع بشرتنا عشان نعرف نستخدم ايه الغسول والروتين اليومي، الكريم والحاجات اللي تخص كل بشره يعني. بس اللي اعرفه ان كل ست بيبقى ليها روتينها الخاص، ما ينفعش ان احنا نقول مظبوط، روتين ونعممه على كل الستات والبنات. لا 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 مش مظبوط، لان في ناس بتبقى، في منتجات بتبقى كويسة ورخيصة، وفي منتجات كويسة ونص نص في الأسعار، وفي منتجات برضو كويسة أو بتجيب نتيجة بس أسعارها أغلى شوية، فكل واحدة بتاخد الحاجة يعني إيه الرينج اللي بيناسب وبتستخدمه أو تبدأ. بس هو أهم حاجة زي ما قلت لحضرتك إنها تبقى عارفة إيه نوع البشرة وإيه اللي هينفع تستخدمه. تمام. طيب انت قلتي برضو حاجة مهمة جدا وحاجة ممكن تتحول لحاجة خطيرة جدا لأي ست وبنت، انها تبوظ لها بشرتها. انت قلتي لازم تروح لمكان مضمون، طب الست والبنت تعرف ازاي ان المكان ده مضمون وبيستخدم ماتيريال كويسة مش مضرة؟ أهم حاجة تسأل كويس جدا على المكان، وما تروحش أي مكان من غير ما تشوف الريفيوهات. وطبعا يعني احنا كميك اب ارتست لو بنستخدم التقنية دي، فدايما بحب أجرب على نفسي الأول الحاجة، لو لقيت الحاجة دي تأثيرها كويسة ومظبوطة وجايبها من أماكن مضمونة، فأنا ببدأ أشتغل وبعمل الريفيو أو ببدأ أنزل قبل وبعد، علشان ايه الناس تبقى عندها ثقة او شايفة النتيجة اللي هي المرضية او القبل وبعد. غير كده ما تحاولش تروح وتخاطر بوشها وبشرتها، خصوصا لان الموضوع بيبقى لو ليه ضرر او اثار جانبية بتبقى وحشة جدا، وبندفع اضعاف اضعاف في العلاج، علاج البشرة او علاج اللي حصل ليها او الكلام ده. تمام. طيب دلوقتي البنات اللي هو احنا دلوقتي داخلين على العام الدراسي الجديد والجامعات بقى كل الموسم سنة وانتم هيبدأ، طيبين. بالنسبة أيوة لبنوتة الجامعة اللي لسه تمام داخلة بقى وأول سنة ليها ولسه بتتعلم ازاي تعمل ميك اب بسيط مظبوط لنفسها، نحب تمام. نقول لها ايه وهي بتختار الميك اب بتاعها؟ ايه اكتر حاجة ممكن تتعلمها ويبقى برضو ميك اب مناسب لليوم الجامعي بتاعها وكده؟ تمام، هو أول حاجة بنات الجامعة طبعا مش محتاجين إن هم يحطوا حاجات الصبح، سواء من يعني من ناحية الوقت إنها تعطل نفسها وتستخدم حاجات كتير، وفي نفس الوقت بيكون بسيط لأن الموضوع بيبقى الصبح ومش محتاج يعني أوفر إن احنا نحط في الجامعة الصبح، فبيبقى اللوك دايما بسيط. بنستخدم أول حاجة طبعا بنغسل وشنا بالغسول اللي هو المناسب لنوع البشرة، بعد كده بنبدأ نرطب البشرة بالكريم برضو المناسب لنوع البشرة بتاعتها، بعد كده بنستخدم بعد الكريم على طول بنحط واقي شمس، اللي ده هو أهم حاجة. السان بلوك ده السان بلوك أو صيف بالظبط، ده شتاء أهم بيتهيألي. بالظبط كده، ده أهم حاجة، طالما نازلة شمس منورة الصبح لازم السان بلوك، لازم ده أهم حاجة، بيتحط بعد المرطب على طول. وبعد كده بقى بتبدأي تحطي، سواء انت عايزة تحطي فاونديشن أو تحطي كونسيلر، بس ده يعني لو السان في بلوك علاج. بيتحط، معلش يا أسماء عشان دي نقطة مهمة جدا، يعني السان بلوك بيتحط بعد المرطب مش قبل بالظبط، المرطب ولا مش لا فارقة؟ لا هو مش فارقة، لأن الاثنين البشرة بتشربه، ما بيبقاش فيه كفر على البشرة، هما الاثنين بيخشوا جوه المسام البشرة، وعشان يدوا تأثير الوقاية أو تأثير الترطيب أو الكلام ده، فهما واحد يعني. في حاجات مرطبة فيها برضو نسبة زي واقي، وفي حاجات طيب مع حضرتك. سؤالنا بقى الأخير وده المهم قوي ويمكن بركز عليه عشان موضوع حلقتنا النهاردة، هل بيجيلك مثلا عروسة أو بنوتة بتبقى هي مش جميلة قوي بس روحها حلوة، هل ده بيفرق في الميك اب بعد كده في التوتال النهائي بتلاقيها واو حاجة كده، ولا الروح الحلوة ما بتفرقش في الميك اب؟ طبعا كل بنت ليها شكل وليها جمال خاص بيها، فأي حد، هو الميك اب على فكرة مش حاجة بتبقى يعني سحر بنحط أو بنغير شكل، لا احنا بنغير ملامح معينة وساعات بتداري حاجات معينة، يعني في عيوب مثلا ساعات بتبقى ظاهرة في الوش شوية، مثلا ساعات يعني مناخير كبيرة شوية، مناخير صغيرة شوية، ساعات في خدود مليانة شوية، ساعات بتبقى في طيب حاجات زي كده
احنا بنحاول ان احنا بنستخدم حاجه اسمها تقنيه الكونتور والهايلايت. طيب عشان وقت برنامجنا يا اسماء طبعا انا هكتفي بالقدر دوت، واكيد لينا لقاء تاني لان عالم التجميل ده عالم كبير جدا مليان بالاسرار. ويمكن انا هنا بقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. لكل ست بتدور على الجمال، لكل بنوتة، لكل إنسان، مش هتكلم عن الست بس لأن الإنسان هو في الآخر هدفنا سواء راجل أو ست. دور على الجمال جواك قبل ما تدور على الجمال برة، الجمال جواك أنت مش برة. كن جميلا ترى الوجود جميلا بإذن الله. تابعوني كل يوم سبت سر جمالكم، ومعاكم الدكتورة رشا عبد اللطيف.